للحديث أكثر عن استمرار تفشي فيروس كورونا في العراق في ظل فشل حكومي في مكافحة وتهاون غريب لوقف تمدد انتشار الفيروس، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. أهلا ومرحبا بك دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، بداية، يعني الإصابات بفيروس كورونا ما زالت تتزايد كما تتزايد أعداد الوفيات، إلى أي مدى ترون أن الحكومة في بغداد تتبع الاستراتيجية الصحيحة في مكافحة هذا الوباء؟ بالتأكيد الحكومة العراقية تأخرت كثيرا في اتخاذ الإجراءات الصحيحة والسليمة التي تعمل على الوقاية من الوباء في بدايات الانتشار خصوصا في دول الجوار. يعني التشكيل لجنة الأزمة من وزارة الصحة ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والدفاع وغيرها من المؤسسات المعنية تأخروا بشكل كبير جدا وسمحوا لوجود الوباء وانتشاره بشكل يدعو المواطن العراقي بأن هناك تهاون كبير جدا وواضح المعالم. ولغاية اليوم كما نلاحظ من خلال الأخبار وما تنقله قنوات التلفزة العالمية، ما زال لغاية الآن الحدود يخترقها كثير من المارة سواء من إيران أو من غيرها، وحتى المطارات تستقبل بعض الناس وهذا يشكل خطرا كبيرا جدا. العامل الثاني الذي يساعد في عملية الانتشار أن الإجراءات المتخذة من الناحية الأمنية والبنية التحتية وعمليات إيصال وتوفير متطلبات المواطن ما زال لغاية الآن لم تعرها أهمية كبيرة جدا، خصوصا وأن هناك بعض السياسيين في إدارة الدولة ينادون بعملية الإفراج عن عمليات الحجز أو عمليات اتخاذ الإجراءات التي تعمل على غلق المناطق أو المدن أو غيرها. ولذلك نلاحظ حالة الفوضى العامة هي التي تعكس لنا حالة انتشار، وخصوصا الأسبوعين القادمين قد يؤدي ذلك إلى انتشار كبير جدا، وهذا ما نلاحظه في ارتفاع عدد المصابين إلى 1101 تقريبا 1031 مصاب ووفاة أكثر من 70 شخص. طيب، أهالي واسط يطالبون بإغلاق الحدود مع إيران لمنع انتشار فيروس كورونا، ما الأثر الذي يمكن أن يحدثه إغلاق الحدوث مع إيران حسب رأيكم؟ في اعتقادي فات الأوان حاليا هذا. ولكن أهالي واسط وكذلك أيضا ديالة وكذلك أيضا في العمارة والبصرة والحدود الطويلة ب 1200 كيلومتر مع إيران وعدم الالتزام بالقرارات السليمة والصحيحة يؤدي ذلك إلى مرور عديد الأشخاص القادمين سواء من إيران أو حتى الوافدين من العراق باتجاه إيران، وهذا يشكل خطرا كبيرا. وكلنا ندرك أن إيران أصبحت مركزا وبائيا كالصين وكذلك أيضا إيطاليا أو غيرها، فتساعد في عمليات الانتشار خصوصا المدن الحدودية مثل واسط. ولذلك نلاحظ في اعتقادي الأسبوع القادم إذا ما ازدادت أعداد المصابين سيؤدي ذلك إلى حالة من حالات الاحتجاج الكبيرة جدا ضد إجراءات الحكومة اللينة مع عمليات عدم الغلق بشكل كامل أو السماح لبعض الشخصيات أو الوفود أو غيرها أو التجارة أو غير ذلك من الإجراءات التي تسمح بمرور هذه العمليات الغير واضحة في عمليات الغلق للحدود بكل أشكالها.
طيب 500 عنصر من ميليشيا الحشد يدخلون مدينة الموصل دون إجراءات فحوصات أو دون إجراء فحوصات طبية لهم، يعني هذا الخبر يدفعنا للتساؤل عن مدى جدية الفحوصات ومدى جدية الحظر الذي تفرضه السلطات الطبية في العراق ومدى جديتها أيضا في مكافحة الفيروس، وهل تطبق على الجميع أم لا؟ كلنا ندرك أن قرارات الدولة العميقة هي سارية المفعول في العراق، نعم، وليس إجراءات المؤسسات الأمنية أو الصحية أو غيرها من الوزارات. ولذلك من يحمل السلاح في العراق لا يلتزم بالقانون ولا يوجد من يعمل على محاسبته. أما في هذا الظرف أن يتم عملية دخول أعداد كبيرة من أشخاص إلى مدينة خاصة الموصل التي اتخذت إجراءات سبقت الحكومة في عمليات الحجر والوقاية وعمليات منع حركة وتجمع الناس، يعني اتخذت إجراءات سليمة وصحيحة في بدايات ظهور الوباء، ولكن هذا الانفتاح القسري، أنا أعتبره قسري في دخول هذا العدد من الحشد وقد يكون بهم شخصيات مصابة أو غير ذلك، هذا خلل كبير جدا دون وجود أي شكل من أشكال الفحص، يدلل على عدم الاهتمام الواضح من قبل الحكومة بصحة الناس. هناك حديث من العراق أن الحكومة قد تعمد إلى إلغاء حظر التجوال الهش نتيجة المصاعب المعيشية التي يواجهها الناس خاصة أصحاب الدخل اليومي، ما هي خطورة مثل هذا القرار الدكتور؟ عودتنا الحكومة العراقية حقيقة أو الحكومات منذ 2003 ولغاية الآن تتبع في حل الأزمات بأسهل الطرق التي لا تعمل على خدمة المواطن، بدءا من أزمات الكهرباء والماء وغيرها إلى أزمات المرتبات والمالية وغير ذلك من الأزمات الخانقة التي عشناها على مدى 16 سنة ماضية. ولذلك نلاحظ عدم الالتزام يأتي من خلال أن الدولة والمسؤولين عن عملية تطبيق الحجر وكذلك أيضا تطبيق منع التجمعات والخروج من البيوت هو الذي يعطي الإمكانية لمثل هكذا إجراءات، ولذلك حالة التسيب الموجودة بصراحة قد تدفع به السياسيين اتخاذ مثل هكذا إجراء، وهذا سيكون كارثة ووبال كبير. أما التأثير على العاملين ومن يحصل على قوته اليومي بإمكان الدولة التي تمتلك مليارات حقيقة تعويضه على مدى شهرين أو ثلاثة أو أربعة لحين انتهاء الأزمة، وهذا يحصل في ألمانيا وأمريكا ودول كثيرة من العالم على تعويض المتضررين اقتصاديا. الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح، لو كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.